حلوة دين، أهلا بيكم. وفيديو بتاعنا النهاردة نيو جرامر، والنهاردة معانا الاف الثيرد كونديشنر. قبل كده شرحنا الزيرو كونديشنر والفيرست كونديشنر والسكند كونديشنر، هتظهر اللينكات بتاعتهم تباعا على جوانب الفيديو، تقدروا ترجعوا لهم. والنهاردة معانا الاف ثيرد كونديشنر. طيب ايه هي الثيرد كونديشنال او اف ثيرد كونديشنال؟ تمام، اولا is used to refer to a time that is in the past. يعني احنا هنا ثيرد كونديشنال بتكلمنا او بتوصف لنا حاله كانت في الماضي، and a situation that is contrary to reality، يعني معاكس لما قد حدث، يعني معاكس للماضي او لما حدث في الماضي. تمام، خلينا نقول مثلا زي ايه؟ لما اكون بتكلم على حاجه حصلت بالفعل، تمام، وانا يعني بقول يا ريت ما كانت حصلت بالشكل ده، او اتمنى لو كنت اغير الماضي او اللي حصل بالفعل. تمام، وكالعاده الاف بتتقسم لجزئين، الاف كلوز احنا متفقين على الموضوع ده، والناحيه التانيه ايه؟ المين كلوز. تمام، طيب هنا بقى بما اني بتكلم على الحاله الثالثه لاف، جمله اف بيتبعها past perfect. past perfect، اوكي، past perfect يعني ايه؟ للي مش فاكر التنسز الهاد بلس الباست بارتيسيبل، ده الباست بيرفكت. وفي المقابل في الجهه الاخرى بيكون عندنا السبجكت و would، لكن مش اي would، لا ده بيرفكت برضه، have و ال past participle. تمام، would و have و past participle. تمام كده. طيب خلينا نشوف جملة نفهم منها ايه ايه الموضوع بتاع ال third conditional. لو قلنا مثلا هنا she she didn't give me her phone number. Her phone number. Okay. So I couldn't call her. خلينا نقول هنا على حاجة. Would، أو ممكن أحط مكانها could لو أنا عايز، لو الجملة تساعدني على كده، مش هحط كود في أي مكان. تمام، نو no. إذا الجملة فيها مجال لاستخدام كود، غير كده بنستخدم مود على طول. تمام، طيب نلاحظ حاجة هنا في الجملة، السؤال بتاعتنا اللي هي إيه؟ إن الجملة كلها في الباست، didn't give current call، الجملة كلها في الماضي. تمام، لو هو طلب مني هنا to use if، طب أنا هفترض إيه؟ هفترض حاجة لسه هتحصل. إذا كان الحدث كله خلص خلاص، هي مش ادتني او لم تعطيني رقمها، وبالتالي انا برضو ما قدرتش اكلمها، الحدث كله خلاص خلص في الماضي. فاذا هنا هفترض فرضيه، تمام، باف، يبقى هفترضها ازاي؟ بالثيرد كونديشنال. يبقى اف شي، اتفقنا النص الاولاني هاد تصريف ثالث، يبقى اف شي هاد given me her phone number. تمام، إذا كانت أعطتني رقمها، if she had given me her phone number I كنت أنا قدرت أتصل بيها، I could have called her. تمام، طيب let's see another example. لما أقول مثلا he was at work، he couldn't go with us. الموضوع كله في الماضي، was at work couldn't go، الموضوع في الماضي. يبقى هنا برضو ال F third conditional. يبقى لو ما كانش في الشغل كان قدر يجي معانا. تمام، يبقى if he
had past participle. Had والباست participle لفيرب تو بي يبقى been at work. في الحالة دي he could have gone with us. تمام كده. طيب let's see another example. لو قلنا هنا مثلا my dad didn't buy any sugar, so my mom didn't make any cake. تمام. يبقى لو كان بابا اشترى السكر كانت ماما عملت الكعك. تمام. يبقى هنا هو ما اشتراش didn't buy في الماضي وهي didn't make كله في الماضي. يبقى هنا لما هقول if هقول if my dad was perfect had bought had bought some sugar my mom would have made some cake. ونفس المبدأ إذا حبينا نحط إف بتاعتنا at the middle of the sentence بنعكس الجملتين. إف بتتحرك بالجملة بتاعتها كلها. طب كده هتبقى الجملة ماشية إزاي؟ خلينا نقول الفورميليشن أو الستراكشر بتاع الجملة بتاعتنا هيكون ماشي إزاي؟ هتكون الجملة بتاعتنا ماشية السبجكت بلس would have plus the past participle والجملة وإف والباست بيرفكت. يعني الجملة ماشية كاملة على بعضها. يبقى هنا لو عايز أحط إف في النص هنقل البارت ده كله على بعضه في الأول. يبقى هقول my mom wouldn't have made. My mom would have made مش wouldn't, would have made. Yeah, would have made some cake if my dad had bought some sugar. يعني الجملة كلها بتتنقل كاملة. تمام. طيب تعالوا بينا كمان نشوف some exercises ونتدرب كده ونحاول. تمام. I didn't go. الجملة الأولانية I didn't go to party so I couldn't speak to your brother. تمام. طيب يبقى هنا لو كنت رحت didn't و couldn't. طب هفترض هنا يبقى if I had gone to party I didn't go to the party. To the party. I could have spoken to your brother. تمام. We didn't have your phone number. We didn't phone you. كله على الماضي. يبقى if we had your phone number we would have phoned you. You failed your history exam.
You didn't study much. Didn't study, failed. يبقى if you had studied more, you would wouldn't failed, wouldn't have failed your history exam. تمام. You didn't take a map. We got lost in the center of the city. But if we had taken a map, we wouldn't have got lost in the center of the city. I didn't know that your mom was sick. I didn't visit her. أنا ما عرفتش إن هي كانت مريضة وأنا ما زرتهاش. يبقى if I had known, لو كنت عرفت, that your mom was sick, I would have visited her. He didn't have his medicine with him. He got very ill. But if he had had his medicine, with him, he would not have got ill. We lost our plane tickets. We couldn't fly yesterday. Lost, we couldn't. يبقى لو ما كناش ضيعناها ما كناش فوتنا الطيارة. يبقى if we hadn't lost our plane ticket, we could have flown yesterday. It was raining all day. They didn't go to the beach. يبقى هنا if it hadn't been raining all day, they would have gone to the beach. She ate too much cake. She got very sick. لو ما كانتش أكلت كتير ما كانتش تعبت. يبقى if she hadn't eaten
so much cake أو too much cake. She wouldn't have got very sick. I was really tired. I didn't attend the meeting. But if I إذا ما كنتش تعبان, if I hadn't been tired, really tired, I would have attended the meeting. Your dad saw you at the party. He got crossed. اتضايق أو غضب. يبقى if your dad hadn't seen you at the party, he wouldn't have got crossed. يبقى هنا عرفنا ولاحظنا حاجة من الأسئلة دي كلها, إن الجمل بتاعة الـ third conditional الجملة نفسها جملة السؤال بتكون في الـ past, didn't go, couldn't speak, didn't have, didn't phone, failed, didn't study, didn't take, got lost, etc. جملة السؤال بتكون في الماضي, وبالتالي أنا بحاول إن أنا أقول يا ريت الحاجة دي ما كانتش حصلت أو كانت حصلت بشكل مختلف عما هي كانت علي, تمام؟ وفي الحالة دي بنستخدم F third conditional, تمام؟ نلاحظ حاجة إن ال F zero, F first, F second التلاتة جملة السؤال بتكون في ال present, لكن ال third conditional جملة السؤال بتكون في ال past, تمام؟ ده يخلينا نفرق ما بينهم, وطالما جملة السؤال بتاعي في ال past بستخدم ال third conditional اللي هي بتتكون من إيه؟ بتتكون من F يتبعها past perfect يعني had وتصريف ثالث, والجملة الثانية بتكون subject would or could و have وال past participle, تمام؟ أتمنى يكون الشرح كافي ووافي وفهمنا منه الـ F third conditional. أي حد عنده سؤال يكتبه تحت في الكومنتس, واستنونا في فيديو جديد و grammar جديد. See you, goodbye.